الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم وزدنا علما إنك على كل شيء قدير نرحب بضيوف مجلسنا المبارك لهذا اليوم مجلس الخميس الثقافي الذي نستضيف فيه الأستاذ وليد الزبيدي ليحدثنا في محاضرة بعنوان بعد خمسة عشر عاما هل انجزت امريكا المهمه في العراق؟ وليتفضل الاستاذ وليد الزبيدي بالمحاضره جزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاحداث في العراق كثيره واغلبها لم تكن جميعها مؤلمه ولكن الضروره تقتضي ان نذكر ونناقش ونتوقف عند بعض الاحداث المهمه ودلالاتها. وفي البدايه اقدم شكري للقائمين على هذا المجلس الاسبوعي الذي يتنوع في موضوعاته وطروحاته. عنوان المحاضره سيكون كما اعلن الاستاذ حامد بعد مرور 15 عام على اعلان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش ما أسماه بإنجاز المهمة في العراق في الأول من مايو عام 2003 أي بعد تقريبا ثلاثة أسابيع من احتلال العراق في عشرة أربعة 2003 وردت مفردتان في كلمة بوش في ذلك اليوم مفردة الانتصار ومفرده انجاز، انجاز المهمه. وحقيقه حتى نفهم بعد عقد ونصف من هذا الاعلان الذي تحدث به واعلنه رئيس اكبر دوله في العالم وكانت متفرده في القرار السياسي والعسكري معروفه قوتها العسكريه والاقتصاديه والاعلاميه فما هو مفهوم النصر؟ الذي تحدث به بوش في ذلك الوقت. النصر في الواقع هناك شعارات او استخدامات سياسيه للنصر. وفي الاغلب والاعم هذه الاستخدامات ليست في مكانها. لانه النصر الذي لا يكون يقبل في العقل لا يمكن ان يقبل في العاطفه. لمن يحكم عقله في مثل هذه الامور. النصر هو غلبه، والغلبه حتى تكون مرتبطه بشجاعه حقيقيه وبتخطيط استراتيجي لابد ان يكون عنصر التكافؤ فيها. بدون وجود عنصر التكافؤ لا يمكن ان يسمى هذا نصر، وامثله كثيره في الحياه يعني عندما يأتي عدد كبير من الرجال على شخص واحد ويغلبوه يقولون انتصرنا هؤلاء لم ينتصروا وبالمصطلح أو ما معروف عندنا يتداول الكثرة غلبة الشجعان وأمور كثيرة طبعا يعني لا يمكن أن أقول انتصرت على الشخص الضعيف فإن لم يكن هناك تكافؤ في كل شيء لا يمكن أن نقول هذا نصر تحقق هذا الهدف ولكن لا يمتلك شرعية المصطلح أيضا عندما يأتي شخص ويتحدى خمسة ويعرف هؤلاء يحملون سلاح وتحديه يعرف بأنه سيهلك ويصر على التحدي فهذا لديه خطأ أيضا لأنه يعني لا يجوز في الاستراتيجية في التفكير السليم حتى في السلوك الشخصي لا يجوز أن يرمي شخص بنفسه إلى التهلك فما يتعلق بالنصر بالتأكيد واضح بأنه حقيقة عندما أعلن بوش النصر هذا لا يمكن أن ينطبق على المفهوم الحقيقي لكلمة وفلسفة النصر عبر كل الاحداث التي حصلت عندما قال أنجزت المهمة أيضا لم يكن دقيق، إنجاز المهمة في كل مجال عندما ينجز الباحث أو ينتهي من بحثه وينجزه يكون قد أكمل على الأقل 95% من الشروط العلمية للبحث حتى يقول أنجزت هذا البحث، عندما مشروع لشخص بيت أو مزرعة يقول أنجزت هذا المشروع، هناك شروط تكتمل هذه الشروط حتى يكون انجز. فإذا كان مفهوم بوش في ذلك الوقت أن احتلال العراق والوصول إلى بغداد هذا انجاز المهمة فهو على عينه غشاوة بالتأكيد وهذه مبنية على نقاط كثيرة أولها عدم معرفته بحقيقة وطبيعة الشعب العراقي ولهذا تسرع كثيرا وقال آه هذه الكلمة آه هذا المفهوم لما يتعلق بإنجاز المهمة والنصر وأنا أعتقد يعني المصطلحين بعد آه تأكيد بعد سنة من ذلك الوقت بدأ أن هذا مو صحيح وبعد أشهر وبدأت اعترافات من قادة أمريكيين ومفكرين ولكن آه هكذا كان القرار الأمريكي وهوية القرار أنها أمريكا ولهذا الغالبية العظمى يقبلون لذلك أورد من مقال أقتبس لروبرت فيسك الصحفي البريطاني المخضرم معروف زار بغداد بعد يومين أو ثلاثة أيام من احتلال بغداد أعتقد 12 و 13 أربعة ويذكر يقول اشاهد يعني هكذا نشر في وقتها الصحف البريطانيه اشاهد الدخان والنيران في البنايات الحكوميه العراقيه واشاهد الفوضى وايضا اشاهد الدبابات الامريكيه والجيش الامريكي ينتشر فيقول حقيقه يمكن اول واحد تنبا او يعني استطاع ان يضع استشراف مستقبلي يقول لقد انتهت الحرب الأمريكية على العراق وبدأت حرب العراقيين على أمريكا هذا في وقت مبكر المفكر الأمريكي نعوم تشومسكي معروف الرجل على مستوى العالم أيضا بعد انتهاء الحرب أو احتلال وغزو العراق بأيام كتب مقال في أو تصريح في موقع زد الأمريكي الشهير سالوه عن سرعه تقدم القوات الامريكيه واحتلال بغداد قال يعني استطيع ان اصف ما حصل في العراق ان بطل العالم في الملاكمه على الحلبه يتصارع مع طفل صغير وهذه طبعا كما بدات انه ليس هناك اي تكافؤ في القوه آه هذا الامر يحتاج إلى مراجعات وأعتقد آه لخطورة ما حصل والمتغيرات الكثيرة آه يمكن في كل شهر تحتاج إلى مراجعات وليس كما حق علمي آخر في البحوث يقولون ممكن أن تحرث الأرض بعد عشرين سنة يمكن يستجد فيها شيء فيعني هذا حقيقة المدخل أنا وضعت أشبه بالتوطئة عن يعني البارحة ونسبتها إلى اسمي أقول تحقق النصر للولايات المتحدة والتحالف الدولي في الحرب العالمية الثانية بفعل التعاون الكبير والواسع مع الدول العظمى وفي مقدمة طبعا بريطانيا والاتحاد السوفيتي وعندما هزمت أميركا في فيتنام روجت وسائل الإعلام الأمريكي أن دولا عظمى دولا عظمى وقوة كبيرة قدمت الدعم لاعدائها من المقاومه الفيتناميه. لكن معضلتها الكبرى في تبرير هزيمتها في العراق انها لا تستطيع الافصاح علنا وبوضوح عن جوهر وحقيقه القوه العظمى التي هزمتها شر هزيمه وهي المقاومه العراقيه. هذه حقيقه يعني السنوات الماضيه يعني لا تخلو دراسه استراتيجيه عسكريه او سياسيه وفيها استشراف للمستقبل العالم وتتناول ميزان القوى والسياسه الامريكيه وايضا الكثير من الافلام السينمائيه الا وطرحت قضيه العراق من منظور ان الولايات المتحده ارتكبت خطا ولكن نادرا ما نجد من يتحدث عن الطرف الاخر الذي وضع امريكا في هذه الصوره وفي هذا الحجم الضئيل امام العالم كله. طبعا الكل ضد المقاومه العراقيه ونحن معها فهي اثبتت انها اكبر من الدول العظمى التي دعمت فيتنام ضد امريكا بما تمتلكه من اراده وامكانات بسيطه. مدخل المحاضرة كما كتبتها أنه عندما أطلق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش عبارة المهمة إن أنجزت في العراق معلن الانتصار الكبير في خطابه الشهير الذي ألقاه من الفرقاطة الأمريكية في واحد مايو أبراهام لينكولن لم يعترض المفكرون والاستراتيجيون والسياسيون على ذلك الوصف وهنا أقصد يعني الكثير من الرؤساء العالم وأصحاب القرار السياسي وزراء الخارجية ورأوا فيه دقة واقعية سياسية عميقة وأنه يمثل خلاصة حرب الأسابيع الثلاثة التي تمكنت خلالها القوات الأمريكية والبريطانية من إسقاط الحكم في العراق والسيطرة على هذا البلد بمساحته الواسعة البالغة 444 ألف كيلومتر مربع وانطلق هؤلاء في قبولهم لما أعلنه الرئيس الأمير كيبوش وعدم التحذير من عواقب ذلك وتداعيات قد يشهدها العراق إلى عاملين رئيسيين هما الأول أن العراق قد تم إنهاكه على مدى ما يقرب, يقرب من 14 عاما من الحصار القاسي بدأ في عام ألف صيف عام 1990 كما تعرفون حضراتكم وأن حجم المعاناة الكبيرة قد ولد قناعة لدى العراقيين هذا تصورهم يعني تصور الغالبية العظمى في العالم ولدى قناعة لدى العراقيين بقبول العمسام الذي يفرض هيمنة على العالم غير مسبوقة في التاريخ خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينات القرن العشرين وأنه ليس ثمة خيار أمام العراقيين إلا قبول الواقع الجديد الثاني أن القوة العسكرية الأميركية الهائلة تفرض حاله من الياس الكبير. يعني هذه نقطه لها علاقه بالسيكولوجيا ويعني وال... ايضا علم الاجتماع المجتمع العراقي. ان القوه العسكريه الامريكيه الهائله تفرض حاله من الياس الكبير والقنوط على كل من يفكر بالتحرك ضد هذه القوات. خاصه ان العراقيين قد شاهدوا بام اعينهم حجم هذه القوه وجبروتها وكيف حققت نصرا ميدانيا سريعا. انا اتحدث هنا عن النصر بتقدم القوات وهذا لا يستطيع احد ان ينكره. وفي نظره تحمل الكثير من السذاجه السياسيه استحضر الامريكيون تجربتين سابقتين هما التجربه اليابانيه والالمانيه بعد هزيمه البلدين في العام 1945. وهذا ما اكده لاحقا بول بريمر ما يسمى بالحاكم المدني في العراق وطبعا تحدث في اكثر من مقابله قال اقرب تجربتين عندنا هي التجربه الفيتناميه واليابانيه. ولم يتوقف هؤلاء عند التجربه الفيتناميه التي الحقت قوات المقاومه بقياده الفيتنامي هوشي هزيمه منكره بالولايات المتحده حتى انهزمت امريكا في عام 1975. طبعا هنا عندما نتحدث عن التجربه الالمانيه واليابانيه توقف عند الحدث اللي حصل في المانيا بعد الحرب العالميه الثانيه لانه له علاقه بالوضع في العراق يعني هنا نذكر انه العراق لم يوقع وثيقه استسلام مع الغزاه الامريكيين في حين نتحدث هنا ان المارشال الالماني كايتل الذي وقع وثيقه الاستسلام الالمانيه في الثامن من مايو في العام 1945 هذا الحدث يعني ما زال ماثل في عقول القاده الامريكيين ورئيسهم بوش، وهو يستعد لإلقاء خطابه في الاول من مايو من العام 2003. فعندما سلم الجنرال الامريكي كارل سباتس، قائد القوات الامريكيه الجويه الاستراتيجيه للجنرال كايتل وثيقه الاستسلام، طبعا كان مع ممثل القوات الاتحاد السوفيتي ايضا والبريطانيه. وقائد من قوات التحرير الفرنسيه اللي كان يقودها ديغول في ذلك الوقت. فأعطاه الوثيقه اظن بحدود 200 صفحه. فالمارشال كايتل قلب الوثيقه فورا ووقع بالاخير. فقال له اقرا يعني الموجود في هذه الوثيقه فاجاب طبعا بيأس وقنوط انه المهزوم لا يقرأ يوقع على كل شيء. وكما يعرف الجميع ان الوضع في المانيا خلاص انتهى ولم يحصل اي مقاومه كذلك حصل في اليابان انه خنوع كبير او صمت وهنا اذكر انه في عام 2004 وتحديدا بعد معركه الفلوجه الثانيه بدا فريق من العلماء في علم الاجتماع اليابانيين فريق كبير لدراسه ظاهره متاثرين بما حصل في العراق. والظاهره انه كيف العراق بهذا الوضع يقاوم القوات المحتله الامريكيه واليابان معروفين طبعا من اكثر شعوب الارض يعني مقاومه عبر التاريخ ويخوضون حروب وشرسين معروفين قصه الساموراي وكيف صمت اليابانيون وقبلوا أن يخنعوا أو خنعوا أمام القوات الأمريكية. حقيقة ما ما أعرف نتائج هذا البحث ولكن هذا موجود وموثق أنه بدأ علماء في اليابان لدراسة هذه القضية. ونحن على الطرف الثاني طبعا بالتأكيد عندما يعني علماء اليابان وأكيد دول أخرى ومراكز دراسات وبحوث وحتى رؤساء القصد من هذا كيف ينظرون في العراق إلى فئتين فئة وقفت مقاومة ضد الغزاة وفي الأسف الشديد خنعت للغزاة المحتلين في سبيل تسليط الضوء أكثر على إنجاز المهمة في العراق التي تعني بكل بساطة السيطرة المطلقة عسكريا مقابل الخنوع المطلق من قبل العراقيين وانطلاق المشروع الكوني الأمريكي في العالم وتأكيد ضرورة خنوع الناس في جميع الدول المرشحة للزحف الأميركي وركوع شعوب ودول وأمم أيضا وقبل ان نتحدث عن اوجه الرد العراقي الذي اصبح معروفا وبينا وجليا لجميع الشعوب والحكومات والامم نتوقف عند رد قاده اميركيين على كلمه الانتصار الكبير وانجاز المهمه في العراق فبينما صمت هؤلاء وغيرهم عندما اطلق بوش العنان لخياله واستغرق بعيدا في تصوراته وتجلياته للعراقيين وهو ما استنتجه من دراسات أميركية لا تعرف العمق الحقيقي والابداعي والتأريخي لابناء بلاد الرافدين. كما ان التعامل مع القشور والاستماع لمتاجرين وسماسره قد ساهم في العمى الذي اصاب اداره البيت الابيض والبنتاغون ووكاله المخابرات المركزيه الامريكيه. ان خطاب بوش موضوع حديثنا قد ساهم فيه هؤلاء جميعا أقصد الذين قدموا المشورة ووصفوا العراقيين بأنهم سيخنعون وسيقبلون بالمحتل ووقفوا على كل كلمة حرفية وطبعا يعني مرات نقع بأخطاء أنه القائد الأمريكي من عنده يكتب الخطاب ويلقيه الخطاب الأمريكي في القضايا السياسة الخارجية خاصة ما يتعلق بالدفاع والأمن القومي الأمريكي كل كلمة طبعا يشرف عليها ممثلين من المخابرات والبنتاغون والأمن القومي الأمريكي فهذه الكلمة القصد عندما خرجت أنه حققوا وانتصروا وحققوا المهمة وأنجزوها يعني ليست فقط من الرئيس هناك من يقول هذا يعني مأزوم أو كذا لا هذه سياسة دولة عظمى ومقابلها ظهر رد فعل من شعب عظيم وشعب مقاوم وشعب شجاع ونحن لا نتحدث عن توقعات نحن نتحدث عن حصاد هزيمه امريكيه مطلقه ولا يستطيع احد ينكرها ومنجز عراقي ايضا كبير جدا وتاريخي من قبل المقاومه ووقف معه هنا في مايو 2008 نتحدث عن يعني كيف قادة أمريكيين طبعا هنا يعني اقتباسات قليلة من كلام كثير قيل على إنجاز المهمة والنصر الأمريكي في مايو 2008 بعد مرور خمس سنوات على إعلان بوش إنجاز المهمة قال جون ماكين أثناء حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنه في حال انتخابه لن يعلن أبدا أن المهمة في العراق قد أنجزت كما فعل الرئيس الأمريكي في واحد خمسة ورأى أن إدارة بوش أخطأت التعامل مع الوضع في مراحله المبكرة حيث كانت تصف المقاتلين المناهضين هنا المقصود المقاومين في العراق المناه... المقاتلين المناهضين لها هناك بأنهم يائسون وفي النزع الأخير هذا بعد خمس سنوات يعني تخيل المرء ما الذي فعله المقاومون بأميركا بحيث جون ماكين يخرج بهذه النتيجه. من جانبه انتقد السيناتور حينذاك باراك أوباما بوش أثناء حملته الانتخابية في العام 2008 قال لصحفيين بعد خمس سنوات من إعلان بوش أن المهمة أنجزت فقدنا آلاف الأرواح يعني أوباما يتحدث بعد خمس سنين 2008 منتصف 2008 عن آلاف الأرواح فقدنا وهم لديهم الإحصائيات الحقيقية ليست الإحصائيات الكاذبة للبيت الأبيض ومعروف أن فوز أوباما في الرئاسة جاء على خلفية تبنيه موضوع خطأ وكارثة غزو العراق وكان يدعو الانسحاب تقول وكالة رويترز في تقييمها نتائج غزو العراق في ذلك الوقت لقد لخص الرئيس الأمريكي السابق بوش في مذكراته قرارات مصيرية حقيقة الهزيمة التي لحقت برجاله يعني هذا وصف وكاله عالميه يعني ما يكتبها محرر لا يكتبوها كبار الراصدين والمقيمين للاوضاع التي حصلت في العالم حقيقه الهزيمه التي لحقت برجاله هنا المقصود رجاله طبعا كما تعرفون حضراتكم الجيش الامريكي بكل قواته وصنوفه وعدم صحه التقارير الاستخباراتيه بشان وجود اسلحه دمار شامل في العراق والتي كانت بمثابة ستار حاول من خلاله بوش إيجاد مبرر لاحتلال العراق وقبيل أيام وهذا أيضا أمر مهم جدا قبيل أيام من مرور 15 عام على إعلان بوش عن جهاز المهم إنجاز المهمة في العراق أقرت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA في 27 أربعة الماضي 2018 بأن الغزو الأميركي للعراق في عام 2003 لم يكن شرعيا ولم تكن له مبررات مقبولة وذكر موقع الترنيف نيتورك نتورك الأميركي أن وثيقة صادرة مؤخرا ما يتعلق بموقف وكالة المخابرات المركزية من غزو العراق اعترفت أن مبررات غزو العراق من قبل إدارة الرئيس الأميركي بوش كانت مفبركة تماما وقيمتها تساوي صفر هذا النص حقيقة يعني معلومة أنه المخابرات الأمريكية عندما انطلقت بشكلها بعد الحرب العالمية الثانية اللي أشرف عليها وأسسها الرئيس الأمريكي هارت روما والتقى بقادة المخابرات وقال لهم توصية يقال أنها ما زالت في مدخل المخابرات الامريكيه ان العالم سيعرف بهزائمكم في كل مكان بانتصاراتكم، عفوا بهزائمكم، اما انتصاراتكم فلن يعرف بها احد. فهذا اقرار بانه هاي هزيمه للمخابرات الامريكيه عندما تعترف الان بخطا غزو العراق وهذا نصر اخر غير منظور. للمقاومة العراقية أي انتصرت على في الميدان وانتصرت على أخطر جهاز في العالم داخل الولايات المتحدة إن التعريف على حجم الإنجاز الأميركي في العراق لا يقتصر على المنجز العسكري في أسابيع الحرب الثلاثة الأولى التي اعترف الجميع بأن القوات الأميركية والبريطانية قد فاجأت الكثير من المراقبين بسرعة وصولها إلى بغداد ودخولها المطار في العاصمة خلال أسبوعين تقريبا من بدء الحرب إذ دخلت في الثالث من ابريل آه، نيسان 2003 ومعروف بان يعني السيطره على بغداد كانت يوم 9/3 9/4 عفوا. وبدا الاحتلال ليس يوم 9، بدا الاحتلال يوم 10 لانه يوم 9 كان ما زالت ملامح من ملامح سياده الدوله يعني معروف انه كانت ما زالت الاذاعه الحكوميه تعمل، ما كان بعض الاجهزه الامنيه موجوده. واحد من معالم ظهور السياده العراقيه كان وزير الاعلام السابق محمد سعيد الصحاف وظهر صباح يوم 9 4 بحدود الساعه تسعة ونص في فندق المرديان فالقصد انه حتى يوم نهايه يوم 9 4 كان من يطلق نار على القوات الغازيه كان يعني بالواجب واجبه هذا سواء كان اجهزه امنيه او غيرها عندما انتهت وتم اسقاط مثال الرئيس الراحل صدام حسين عصر 9 4 انتهى موضوع العقاب والثواب وبدا موضوع من يطلق النار هذا يتوقع انه يقتل ولهذا هذا اصبح مقاوم من يعني من يوم 10 4 بعد الساعه 12 فجر 10 4 اصبح هذا مقاومه. وهنا طبعا يوم 10 4 عندما نقول حصلت أسرع مقاومة في التاريخ على الأقل في الحروب الحديثة يوم عشرة أربعة وسط هذا الانهيار الخطير والانكسار النفسي تمكن المقاومون في بغداد من قتل أول جنديين أمريكان أول واحد كان اسمه تيري منغواي ويعني هذا الكلام كما اعترفت به البنتاغون الأمريكية بيانات الأمريكية اعترفت بأنه في يوم عشرة أربعة سقطوا في بغداد قتيليا و13 جريح يعني وسط هذا المتغير الخطير العسكري والنفسي والاجتماعي تخرج مقاومة وتسجل أنها الأسرع في التاريخ وحتى كلمة إلقاء بوش كلمته في واحد خمسة التي أعلن فيها النصر اللي هي 20 يوم من 10/4 الى 30/4 اعترف البنتاغون بمقتل 22 اميركي في العراق. وطبعا لدينا قصص ومشاهدات عن احداث لم تذكرها البيانات الامريكيه. يعني هاي البيانات الامريكيه بمراجعتي لها من خلال مواقعهم الرسميه وصحيفه واشنطن بوست واليو اس اي تو يذكرون اسم الجندي ورتبته ومن اي وحده عسكريه والمكان الذي حصل فيه الهجوم فهجمات عديده حصلت يعني طبعا ما كان اخبار تتناقل ولكن اخرين في بغداد لم يذكروها يعني مثلا الجمعه اللاحقه ل يعني كان يوم اربعاء طبعا 9 4 10 4 خميس مو 11 الجمعه اللي بعدها حصل هجوم على دوريه امريكيه عند نفق الشرطة في بغداد وتم حرق همرين وانقتل من فيها هذه لم تذكرها البيانات الأمريكية ويعني الهمرين على قلبها أربعة قتلوا بمعنى أنه منذ البداية هناك تعتيم كبير على خسائر القوات الأمريكية عندما يقول باراك أوباما في عام 2008 أنه خسرنا الآلاف نعم خسروا الآلاف والإحصائيات التقديرية طبعا ليست فيها احصائيات ارقام ولكن يعني تقدير لعدد الهجمات وحجم الخسائر الامريكيه في العراق تقدر بلا يقل عن 75 الف قتيل امريكي وهم بياناتهم يعني لم تتحدث الا عن 4400 من القتلى ولهذا في وقت مبكر منع الرئيس الامريكي بوش حضور وسائل الاعلام للجثامين التي تنقل الى الولايات المتحده، وكانت الجثامين طبعا تجمع من قواطع الحرب في العراق الى قاعده البكر الجويه 80 كيلو شمال بغداد، وهم اطلقوا عليه لان هذه اكبر قاعده للنقل كانت اطلقوا عليها اسم قاعده اناكوندا. واناكوندا هذه الثعبان الاسطوري اللي يلتف على اعدائه ويخنقهم ولانه منطقه مقاومه بين مناطق العراق الاخرى فوصفوها بهذا الوصف وكانت تنقل هذه الجثامين الى المانيا القاعده الامريكيه ومن المانيا تنقل الى أميركا وفي يعني شيء بالشيء يذكر انهم مبكر بدات خسائرهم كثيره في شهر 10 2003 كنت احضر منتدى الاعلام العربي في دبي والتقيت بالصحفي والإعلامي العربي المعروف عبد الباري عطوان فكنت تجمع كنت اتحدث به عن قصص لانه ما حد يروي وينقل فجلس وياه قال لي اريد اعرف شو شي يصير شيء يصير بالعراق فقلت له ترى قصص كثيره وتعتيم كثير وربما يسمع مثل هذا ويصل اللقاء فقال احنا في لندن اني اقربائي يعمل نجار في المانيا. فعلى اساس بدايه الصيف يعني هو أنا يعني الاحتلال يروح اجازه الى لندن. فقال ترك ما جاء، سالناه ليش؟ قال القاعده الامريكيه طلبوا على وجه السرعه اعداد كبيره من التوابيت نعمل لهم، واعطوا مبالغ كبيره يعني. فقال لي تاكيد لما تتحدث به، طبعا في ذاك الوقت يعني بعد ناس يعني تسمع اخبار بس يعني ليس هناك تفاصيل كثيره بهذا الامر في القصد انه في وقت مبكر جاء الرد على انجاز المهمه والنصر الامريكي وبدات القصه تختلف تماما يعني حقيقه يعني سيف السيد رئيس الجلسه مسلطه علينا الكلام كثير و يعني كما هو يعني فيه حزن فيه ألم لأن البلد وصل إلى هذه الحال ولكن بلد يقاوم ويضحي أبناء يقدم كل شيء حتى يبقى اسمه ويبقى دورة هنا أريد أن أذكر يعني, مهم يعني ملاحظة مهمة أو هي فلسفة المقاومة العراقية أو جزء من فلسفتها صار حديث كثير عن الافعال ولكن ربما قليل يتحدث عن ما هي الفلسفه التي تبنتها المقاومه العراقيه سواء بشكل مكتوب ومفصل او بالفعل يعني من خلال الافعال. الفعل الذي حصل على العراق الكل يفهمه انه ليس العراق وحده مقصود. مقصود أن الولايات المتحدة يكون القرن الحادي والعشرين كما قال مفكرون وسياسيون وسياسي وقرن أمريكي بامتياز أي قرن هيمن على العالم فكان المرحلة اللي بعدها أنه تقضم دول عربية وإسلامية وحتى دول في العالم اقتصاديا لصالح أمريكا فكان إيقاع أكبر خسائر بالتجربة الأمريكية وبالقوات الأمريكية وهزيمتها أننا نضحي لنحمي الآخرين ونهزم الشر الامريكي. وفي وقت مبكر يعني تاكيد لهذا الامر عندما طرح على هيلاري كلينتون في عام 2009 موضوع ارسال عديد من قوات ودخول معارك في افغانستان. كانت هناك هزائم ومشاكل كثيره. فاجابت بالنص اننا لا يمكن ان نكرر تجربه الفلوجه. فهذا يعني حتى نعرف في معركة الفلوجة ماذا فعل العراقيون وفي المعارك طبعا كثيرة أخرى ولكن هذه المعركة كلينتون تقول لن نكرر هذه هذا رأي أمريكا وليس شخص اسمه هيلاري كلينتون وعندما صارت الحرب الغربية والدولية على البلد العربي ليبيا في 2011 الكل تعرفون بأن أمريكا رفضت أن ترسل قوات على الأرض و جرح العراق سيبقى عندهم وفي السنتين الاخيره سنتين ونص عندما بدا موضوع عن ارسال قوات امريكيه الى العراق ارسلوا قليل جدا ولكن هذه القوات يجب ان تبقى في الخط الرابع يعني بعيده عن المواجهات لانه حجم الخسائر بقى في امريكا. الامريكان لم يفصحوا عن حقيقة ما حصل في فيتنام إلا بعد سبعة أو ثمان سنوات يعني في الخمسة وسبعين انهزمت أمريكا في عام ألف وثمانين بدأت تسرب بعض الحقائق عن ما حصل في حرب فيتنام على مسؤوليتي أقول أمريكا لن تفصح عن حقيقة ما حصل لقواتها في العراق على أيدي المقاومين العراقيين ولو أفصحت عن ربع ما حصل من حقائق لحصل الآتي لحصل متغير كبير لدى الشباب العربي والمسلم اقتداء بشجاعه وجراه وتخطيط وعمل المقاومين في العراق. ولحصلت متغيرات خطيره في المنطقه والعالم وهم يعلمون ذلك. يعني هنا اعود لما تحدثوا به الامريكان في بدايه الغزو وانقل عن ديك تشيني نائب الرئيس الامريكي في مارس اذار 2003 قال بالنص اؤمن بانهم يقصد العراقيين سيستقبلوننا بالترحيب كمحررين. شوفوا قناعاتهم وين وما الذي حصل. وساد اعتقاد كبير بلغ حد الثقه بان مده الحرب ستكون قصيره. خمسه ايام او خمسه اشهر هذا دونالد رامسفيلد وزير الدفاع، هذا في عام 2002، لكن بكل تاكيد لن تطول اطول عن ذلك. وين وصلت الحرب بهم جورج بوش الذي يعني وصف أوصاف كثيرة في 29 مايو 2003 يعني تقريبا بعد شهر من خطابه قال عثرنا على أسلحة الدمار الشامل وطبعا لجان التفتيش وغيرها ووثيقة تشيل كوت البريطاني اللي أعلنها في شهر يوليو أه تموز 2016 اكدت بالمطلق كذب الرئيس الامريكي السؤال هل وصلت صوره انجاز المهمه التي اعلنها بوش قبل 15 عاما مهما قلنا وكتبنا فان حجم الكارثه اكبر وفي مقدمه الذين خسروا وتكبدوا الكثير هم دافعوا الضرائب والدم في امريكا وبعد ذلك في دول العالم المعنيه بهذه الكارثه التي اسماها بوش بالمهمه التي أنجزت طبعا ضفت ملحق مع يعني نص وثيقة الاستسلام الألمانية التي أشرنا لها حتى يعرف الجميع بأن في العراق لم يحصل توقيع وثيقة الاستسلام شكرا جزيلا للجميع. بارك الله فيك أستاذ وليد على هذه المحاضرة القيمة المستفيضة وأنطلق من نهايتها لو قال جورج دبليو بوش أن المهمة قد أنجزت فأعتقد أنه لا يدري أن الأرض قد غليت تحت أقدام الأمريكان في العراق وأن مهمتنا نحن اليوم لم تنجز بعد حتى تحرير العراق إن شاء الله نفتح باب الأسئلة ونتقيد بأسئلة فقط والسؤال دقيقة ونصف إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بالضبط. يعني ألا يرى جنابك أن موضوع إنجاز المهمة يقصد بها أنه إنجاز إخراج العراق من دائرة الصراع العربي الصهيوني وثاني إطلاق الاستراتيجية الأمنية للحفاظ على الكيان الصهيوني وهي غاية تسعى إليها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار العراق هو نبض الأمة العربية وبالتالي الإسراع في إيجاد المشروع الإيراني الذي دعم بعد ذلك من قبل الإدارات الأمريكية شكرا الأمرين صحيح ولكن عندما يأتي يعني نائب عريف في الجيش ويقول احنا حققنا النصر كذا وكذا وكذا وهذا النصر لا يتحقق الناس تقول هذا نائب عريف يعني هذا خبرته يعني ليس هو شخصه ولكن عندما يتحدث امر لواء وياتي قائد فيلق يتحدث ليؤخذ به كلام قائد فيلق عندما قال النصر وإنجاز المهمة وهو رئيس الولايات المتحدة والقائد العام للقوات أكبر جيش في العالم وأقوى بمعنى أنه قوة العسكرية حققت ما هم معتقدون أنه بالمطلق لا يحصل شيء ضده أنا أقصد هنا أنه ما كان في بالهم راح تخرج مقاومة وتقلب كل الطاولة عليهم الشق الثاني نعم يعني هم لم يخفوا تحديد الرئيس بوش والمحافظين الجدد وعلى رئيس المهندس الحرب على العراق بول وولفتس الذي كان نائب رئيس وزير الدفاع أن ليس الهدف الأساسي ولكن هدف أساسي من بين أهداف هو تأمين دولة إسرائيل وفي مؤتمرات الصحفية وخطبة طيلة حكمة دبليو بوش الرئيس الأمريكي الأسبق ذكر 18 مرة أننا ذهبنا العراق لحماية إسرائيل شكرا أستاذ شكرا لكم استاذ وليد على هذه المحاضره القيمه سؤالي يتلخص بالاتي اذا كان جورج دبليو بوش اعلن انجاز المهمه بماذا تصفه هل كان مخادعا ام كان اعلانا متوهما ام انه اعلان مطابق وبعد 15 عاما من هذا من هذا الاعلان انجاز المهمه مشروعه السياسي سائر سواء كان بالدعم الامريكي او بالمسانده الايرانيه ماذا تسميه هل نسميه انجزت المهمه ام غير ذلك شكرا لكم شكرا هو المهمه كما ذكرت المهمه والانجاز يعني امرين متكاملين وكل انجاز يعني يفرح به المرء يكون ايجابي يعني ما يفرح الانسان عندما لا سمح الله يقول انجزت المهمه بارتكاب جريمه قتل يعني ولهذا مفهومها واضح انه يجب ان يكون ايجابي هو كان هم انا دائما اركز على نقطه مهمه وهو اعتبرها العمود الفقري للموضوع انه كل ما بنوه في امريكا من قرارات وخطط بنوه على على نقطتين يعني على يعني شلون ثلاث مرتكزات هم اهملوا مرتكز المرتكز الاول قوة العسكريه المرتكز الثاني تعاون الشعب العراقي مع من ياتي اهملوا المرتكز الثالث الذي هو احتمال المقاومه ولهذا عندما تهمل في بناء الثلاث مرتكزات مرتكز واحد بالتاكيد يتضعضع ولا يمكن ان يبنى ولا يمكن ان يصلح ولهذا عندما انهارت هذه الاستراتيجيه الخطيره والواسعه بفعل المقاومه وهدف المقاومه كما قلت انه حتى لا يبقى هذا الشر ومعروف حجم الشر الامريكي في العراق وحتى لا ينتشر الى الشعوب الاخرى عربيه واسلاميه وحتى على مستوى الانسان اذا هذا الامر واضح وجلي انه تضحيات كبيرة ولكن بدون التضحيات كان الشر إذا كان الآن تسعة آلاف درجة كان صار تسعمائة ألف درجة شكرا لدي سؤال وتعقيب بسيط إذا ممكن. السؤال بناء على ما سمعنا من محاضرة قيمة من الأستاذ وليد الزبيدي وهذا عهدنا به المهمة لم تنجز وجنابك الكريم تحدثت بكل وضوح عن أبعاد هذا الموضوع، ولكن سؤالي لماذا تحجم فئة واسعة مما يمكن أن نسميه بالطيف الوطني عن الحديث بهذه الصراحة وبهذا الوضوح عن هذا الموضوع وتبقي هذا الحديث عاليًا في كل زمان ومكان ولا نبقى نستذكره فقط في هذا الشهر وفي هذا التوقيت، هذا السؤال، أما التعقيب فبالنسبة لموضوع الانجاز والانتصار يبدو انه اخذ الجزء الاكبر من اسئلة الاخوة الحضور، وهذا امر مهم فعلا لان هناك من يحاول ان يدلس على العراقيين وعلى الامة، من يحاول ان يغالط في الحقائق والوقائع لاهداف عديدة عامة وخاصة. في تقديري ان المهمة انجزت كما قال الرئيس الامريكي، كان يقصد المهمة العسكرية. ولذلك جاءت المحاضرة لإثبات أن المهمة لم تنجز وهي لم تنجز أما إذا دخلنا إلى موضوع هل حققت أمريكا أهدافها في العراق كما ذكر أحد الإخوة ويمكن أن يستدل لذلك ب أو بعضهم يستدل باستمرار العملية السياسية التي يسميها البعض بالعرجاء أو يسميها باسم آخر وهي نستطيع أن نطلق عليه وصف العملية الكسيحة تماماً هنا يمكن أن ندخل إلى الموضوع من مداخل عدة المدخل الأول إذا كان المستهدف هو الإنسان العراقي كما ذكر أحد الإخوة البنية التحتية للعراق إرادة الإنسان العراقي فهذا لم يحصل والدليل إلى الآن لم يحصلوا على الشرعية الوطنية والمشروعية التي تتيح لهم الإطمئنان إلى سلامة ما قاموا به في العراق ونعتقد أن هذا الأمر سيدوم مهما أجروا من عمليات سياسية وانتخابات وهذه ظاهرة في هذا الوقت ظاهرة فريدة وهي تدل على أن الشعوب الحية يمكن أن تستخلص الحقوق بمجرد اتخاذ الموقف السلبي بين قوسين يعني هو موقف السلبي يعني عدم القيام بأمر مجرد بقائك على الموقف وعدم الانسياق مع هذه الموجة فالنتيجة ستكون إيجابية الأمر الآخر إذا كان الهدف هو المشروع السياسي أو نشر الديمقراطية كما كانوا يدعون وهو المعلن فهذا لم يتحقق أيضا العراق لم يصبح نموذجا مشعا للديمقراطية كما كانوا يريدون رغم ادعائهم هذا ورغم ادعاء العملية السياسية ووسائل الإعلام والأسف وسائل إعلام عربية وغير ذلك فلا توجد ديمقراطية في العراق لا حقيقية ولا غير حقيقية إذا المهمة لم تنجز على هذا الجانب في تقدير أنها أنجزت في أمر واحد وهو ما قاله ولفز وزير الدفاع الامريكي انه هاجمنا العراق او حاربنا العراق او غزونا العراق من اجل اسرائيل. انا باعتقادي للاسف هذا الهدف تحقق لانه اخرج العراق من معادله الصراع مع الكيان الصهيوني ولكن الى حين، فاذا من حقنا ان نقول ان ادعاء الرئيس الامريكي ان المهمه انجزت لم تنجز على المعاني التي أراد لها أن تصل للناس والأمثلة والشواهد كثيرة ومنها أنه في عام 2006 وكلكم يعلم كان الانهيار الأمريكي واضحا جدا ونعم شومسكي الذي ذكره الأستاذ وليد الزبيدي بعد بدأ عملية احتلال العراق غزو العراق واحتلاله بأيام يقول أتوقع أن تكون هناك مقاومة أو تمردا هو يسميه تمردا كبيرا من الشعب العراقي ويذكر اسباب بعد ان انطلقت المقاومه عاد الصحفي الامريكي ليساله نفس السؤال لقد توقعت هذا الامر واستشرفته لماذا؟ فذكر اسباب عديده من هذه الاسباب هي عدم شرعيه الغزو وان الشعوب كما يراها هو لا يمكن ان تسكت على هذا الضيم او على هذا الامر وضرب امثله كثيره بل أشاد بالمقاومة في ذلك الوقت كانت هناك أحداث كثيرة تطورت بعد سنة إلى معركة الفلوجة، معركة الفلوجة، عاد الصحفي أيضاً وأجرى معه مقابلة ثالثة وجُمعت في كتاب بعنوان مؤامرات إمبريالية. أشاد بما جرى في الفلوجة وانتقد الإدارة الأمريكية قال بدل أن يعني تستهدف المتمردين أرادت أن تنتقم لنفسها فاستهدفت مستشفى في الفلوجة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الحقيقه ما طرح الدكتور مثنى مشكور يستحق التوقف والنقاش خاصه ما يتعلق بالذين لم يرفعوا اصواتهم او يجهروا بالحق ويتحدثوا عن الواقع السياسي والذي حصل في العراق ولكن معروف في التاريخ والتجارب انه الذين يحملون السلاح نسبه الى ابناء اي امه في الاحتلالات قد تكون نادره كما حصل ذكرنا في اليابان او نهائيه يعني صفر في اليابان والمانيا وعندما تحصل في دول اخرى تحصل في وقت متاخر يعني مثلا المقاومه الفرنسيه بالحرب العالميه الثانيه رغم كل الدعم البريطاني والامريكي لها والبي بي سي في خدمتها وضعت شرشل في خدمة ديغول بعد 15 شهر يلا شنوا اول هجوم ضد القوات الالمانيه بعد 15 شهر بالضبط معروف المقاومه الجزائريه من 1830 احتلال فرنسا للجزائر انطلقت المقاومه الجزائريه في 11 1954 يعني شوف الفترة الزمنية في فلسطين فلسطين قسمت واحتلت في 48 تأسست منظمة التحرير الفلسطينية 1964 أنا عندما أقول في اليوم الأول انطلقت المقاومة وسط هذا يعني الانهيار الكبير فهذا للتاريخ ولكن لو يعني شارك واحد بالألف في المقاومة منذ أيامها الأولى أمريكا لم تبقى ستة أشهر في العراق فإذا المقاومين أقل من واحد من ألف فالذين في نفوسهم مرض وشهوة للسلطة ورغبة والذين يدلسون على الآخرين بالتأكيد ليسوا بالقلة ولكن دائما البركة بالأصحاب المبادئ الثابتين أصحاب الذين يسيرون في طريق الحق ولهذا بعد 15 سنة نتحدث وكثيرون يتحدثون والذين ليس لديهم منبر في مجالسهم كثيرون جدا ويرفعون أصواتهم ويقولون هذا حق وهذا بطل الذين يقولون هؤلاء سراق في كل مكان ولا يسمحون لهم يدخلوا مناطقهم في مناطق انتخابية يمزقون لافتاتهم يشتموهم في كل مكان هؤلاء أصواتهم لا تختلف عن أصوات الوطنيين ولكن ربما يعني دلس عليهم انغشوا هؤلاء لفترة الآن وصلنا إلى المرحلة الفاصلة الذي قال منذ اليوم الاول الاحتلال مجرم لا ينتج عنه الا خراب ودماء ودمار واجرام، الان الغالبيه العظمى من الشعب العراقي عندما يرفضون هذا المنتج الامريكي اذا هم مع الصوت الوطني الذي بدا مبكرا. شكرا جزيلا. شكرا لكم دكتور. سؤال بخصوص الوثيقه اللي ذكرت انه وكاله السي اي اي سربتها قبل ايام. CIA معناها اذا كانت الكلمه في البيانات تشرف عليها لجان حتى تخرج فكيف بوثيقه وثيقه تعترف فيها بعدم شرعيه الغزو والاحتلال للعراق السؤال ما الدوافع وراء تسريب هذه الوثيقه في هذا الوقت ما الذي يمكن استثماره من قبل القوى المناهضه للاحتلال على المستوى الدولي وما مدى تاثير هذا التسريب على المجتمع الدولي شكرا لكم شكرا جزيلا انا قلت بان مبدا المخابرات الامريكيه وربما يعني تعرفون حضراتكم تابعين انه لا يتحدثون عن انتصاراتهم ولا يعلنوها هاي يعتبروها واحده من هزائمهم هزائمهم الكثيره والخطيره لان تداعياتها اصبحت كثيره جدا ما يتعلق بالتداعيات على حقوق العراق حضرتك تقصد من جراء الغزو. الأميركان عندهم مؤسسات قانونيه كبيره وخطيره. قبل يعني قبل خروج جورج بوش في 1000 الف 2008 من السلطه من يتابع في ذلك العام اصروا على توقيع الاتفاقيه التي سميت الاستراتيجيه وكان يفترض توقع في شهر 7 2008 وتاجلت وقعت 27/11/2008. هذه الوثيقه المجتمع الدولي معترف بالحكومه بما فيها الدول العربيه. الوثيقه وقعتها الحكومه التي تعتبر رسميه. هاي الوثيقه تحمي امريكا من اي تبعات قانونيه ولهذا على كل وطني انه يعمل على الغاء الدستور وما ترتب عليه من حكومات حتى يستعيد حقوقه بما فيها هذه الاتفاقيه، وعندما حصل تاخير بتوقيع هذه الاتفاقيه يعني لاحظوا لخطورتها جورج بوش هدد في خطاب واضح ومعروف. قال على المسؤولين في الحكومه العراقيه ان يوقعوا على هذه الوثيقه الاتفاقيه والا سننسحب ونجعلهم لقمه سائغه بيد ما سماهم بالارهابيين. فهذا الامر بهالشكل هذا دائما العراقيين يجب ان يقرروا ويذهبوا الى الجذر الذي جاء لهم بكل هذه المصائب بما فيها المصيبه وهو الدستور والعمليه السياسيه. الغائها هو الامر الايجابي الحقيقي الذي يصلح الوضع في العراق شكرا شيخ شكرا استاذ على هذه المحاضرة القيمة ولكن ذكرتني هذه المحاضرة بأنه انتصار أو عدم انتصار في السيرة النبوية تحدثون عن معركة أحد كل من يسمع يظنها هزيمة وانتصار بعض أهل السير قالوا لا ليس هناك انتصار لماذا؟ قالوا لأن من شروط النصر في ذاك الزمان شروط العسكرية المنتصر يخيم ثلاثة أيام في أرض المعركة ويأخذ غنائم ويأخذ أسرى يعد منتصر لكن هذا لم يحدث وما أعلن من استئصال المسلمين وقتل النبي عليه الصلاة والسلام وغيرها لم يحدث كان انسحاب سريع وكأنه هزيمة مجرد انتهت المعركة هذا ما حدث تقريبا مع أمريكا في العراق أعلنت أن الشعب سيستقبلها بالورود وتعرفون بما استقبلت وكذلك أنه سينشرون الديمقراطية ولم تنشر وأن العراق سيصبح من في مصاف الدول المتقدمة، ولم يحدث بل إن كل الإحصائيات بل إن كل الإحصائيات الآن التي صدرت من جهات تعترف بها أمريكا دائما تضع العراق في ذيل القائمة من كل شيء في التعليم وفي التقدم وفي الصناعة وفي كل شيء، تضع العراق في ذيل القائمة، فإن قال بوش أو غير بوش أنه أنجز المهمة فما اعلن عنه هو لدخول العراق من ديمقراطيه وغيرها واستقبال لم يحدث اذا هو فشل ولم تنجز المهمه بل السؤال ربما اسالك هل المقاومه العراقيه انجزت المهمه التي استمرت بها ام انها مستمره وستنجز ان شاء الله وشكرا. بالمعيار السياسي والعسكري الفعل السياسي الذي يبنى على الفعل العسكري المقاومه العراقيه انجزت المهمه بالكامل بهدفين، الهدف الاول او بملمحين الاول انها ارغمت على امريكا على الهزيمه في نهايه المطاف وكما تعلمون سحبوا قواتهم في نهايه عام 2011 وهذا منجز عسكري وعلى الصعيد الداخلي العراقيون يعرفون فعل المقاومه والمقاومين وشجاعتهم والجانب ايضا العربي والدولي كما قلت عندما امريكا تاخذ درس قاسي من المقاومه العراقيه وترفض نشر قوات عسكريه اخرى بعد حرب العراق وبعد هزيمتهم في العراق سواء في افغانستان او في ليبيا وفي دول اخرى اذا اعتقد القول بان المقاومه العراقيه انجزت المهمه والحمد لله. جزاكم الله خيرا ونلتقي إن شاء الله في مجالس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>